على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديركتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار مع رحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع رحايم، صحتك بالدنيا. قروان اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. هذه سانتي 5.0 المجازين الوحيده في تونس في تحقيقاتنا وحواراتنا تكون صحيه طبيه وعلميه بالاساس. وهو القائل: البكاء ليس محمودا اذا لم ينفع ابن العربي. توتسويت السومير. سومير. عدد إصابات التوانسة بمرض سرطان الكولون هذا وأكثر باش يكون موضوعنا من بعد بشوية في شيفر سانتي أجندا سانتي، أهم المواعيد الطبية. واليوم سعيد جدا باش نحاول نجاوب على السؤال بعدك الحوارات وسلسلة الحوارات على المنشآت الصحية في تونس. هل يجب استثناء المنشآت والصفقات العمومية في قطاع الصحة من قانون الصفقات العمومية بتاريخ 2014؟ هل هو جزء من الحل؟ سؤال باش يجاوبنا عليه ضيفنا اليوم السيد ياسين العياري بعد شوية في زوم سانتي. سينو اليوم باش يكون حديثنا وفي إطار حملة تحسيسية وطنية سرطان القولون والمستقيم، هذا باش يكون موضوعنا في ألو دكتور. سرطان القولون يعرف انتشار متزايد في تونس كل عام، وهو سرطان يضرب الجزء الأخير من المعدة جراء الماكلة الغير صحية، الدخان وعدة أسباب أخرى. نتعرف عليها مع الدكتورة راضية الدبغي، كهية مدير الصحة الأساسية بالقيروان، من 11 حتى نصف النهار في أهلو دكتور. كلمونا على 70-035-120 70-035-120. مع رحيم، صحتكم بالدنيا. هذا اللي استنى فيكم، من بعد بشوية تكلمونا على 70-035-120. أهلا وسهلا بكم في نيوصل صوتنا في العالم. هذه 3W راديو الحياة فام بوان نت. في انتشار متزايد وهو ثالث إصابة بسرطان في تونس، سرطان القولون والمستقيم، هذا باش يكون موضوعنا بعد شوية في ألو دكتور. سرطان القولون يعرف انتشار متزايد في تونس كل عام، وهو سرطان يضرب الجزء الأخير من المعدة جراء الماكلة الغير صحية، الدخان وعدة أسباب أخرى. نتعرف عليها مع الدكتورة راضية الدبغي، كهية مدير الصحة الأساسية بالقيروان، من 11 حتى نصف النهار في أهلو دكتور. كلمونا على 70-035-120 70-035-120. مع رحيم، صحتكم بالدنيا. هذا وأكثر، 2212 حالة جديدة من إصابة بسرطان القولون في لسنة 2021، هذا في شيفر سانتي. شيفر سانتي حسب إحصائيات كانت قدمتهم وزارة الصحة في وثيقة إعلامية صادرة بالمناسبة، فإنه في خلال سنة 2017 تم تسجيل 18.4 حالة إصابة جديدة بكونسير كولون لكل من 100,000 ساكن بالنسبة للرجال، و 14.2 حالة جديدة لكل 100,000 ساكن بالنسبة للنساء. وتشير التقديرات لسنة 2024 إلى تطور النسبة إلى حدود 33.3% لكل 100,000 ساكن بالنسبة للرجال، و 18.6% على كل 100,000 ساكن بالنسبة للنساء. ويعتبر سرطان القولون السرطان الثالث الذي يصيب الرجال والثاني عند النساء، وإن بلغت سنة 2021 عدد الحالات الجديدة في تونس 2212 حال، 1050 بالنسبة للنساء و 1162 بالنسبة للرجال. ويتوقع أن تبلغ هذه الحالات الجديدة السنوية لسنة 2030 قرابة 4547 حالة، نحكيه على 2163 إناث و 2384 ذكور. هاوك في بالكم 2212 حالة إصابة جديدة بسرطان القولون لسنة 2021، أمراض قاعد ياخو في بارشة أعداد كبيرة وقاعد ترتفع عدد الإصابات في تونس. هذيك علاش نذكركم باش يكون موضوعنا في ساعتنا الثالثة بعد الموسيقى اللي تجيكم من عند لطفي بوشنيخ. نذكركم باش يكون موجود بتاريخ 19 أفريل 2022 بولاية القيروان، هذا أفونغوم اللي يستنى فيكم في عرض لطفي بوشنيخ. شيفر سانتي.
لو غون لوتشي بوشنيقي لي موزيك تول توصل 22 دقيقة بعد 10 متاع الصباح. أهلا وسهلا بكم، نشكركم على حسن اختياركم. 93 سونتي 5.0 كونسير دو كولون، وهذا خاصة قاعد يقدم في أرقام كبيرة ومفزعة في تونس. اليوم حابين نحكيو عليه، كيفية العلاج والوقاية، شنو هي الأعراض نتاعو، هذا وأكثر باش يكون موضوعنا أبارتير من 11 حتى نص النهار. سرطان القولون يعرف انتشار متزايد في تونس كل عام، وهو سرطان يضرب الجزء الأخير من المعدة جراء الماكلة الغير صحية، الدخان وعدة أسباب أخرى. نتعرف عليها مع الدكتورة راضية الدبغي، كهية مدير الصحة الأساسية بالقيروي، من 11 حتى نصف النهار في أهلو دكتور. كلمونا على 70-035-120 70-035-120. مع رحيم، صحتكم بالدنيا. هذا اللي استنى فيكم من بعد بشوية. حبيت نحكي لكم على الويبينير تحت التيم لي في سي نورولوجيك، هذا باش يكون موضوعنا في أجندة سانتي. أجندة سانتي من تنظيم سوسيتي تونيزيان دو ميديسين فيزيك، تنظم بتاريخ 21 أفريل 2022 مع 10 متاع الصباح ويبينير سول تيم لي في سي نورولوجيك، ولانفيتي سوسرا دكتور جيرارد، شيف سيرفيس دو نورولوجي اكسبلوراسيون نوروبيدياتريك ا لوبيتال دو تونون باري، و بريزيدون دو لا سوسيتي انترناسيونال فرانكوفون ديورولوجي. هذا اكثر وين تنجموا تلقاو اليان على الباج اوفيسيال فيسبوك باش تدخلوا للويبينير هذا بتاريخ 21 أفريل 2022 ل 10 متاع الصباح من تنظيم السوسيتي تونيزيان دو ميديسين فيزيك اي ريادابتاسيون. كانت هذه أجندة سانتي. بالنسبة لي اليوم نعاود نذكركم من 10 نص الفلاش انفو مع 11 غير با باش نجاوبوا على سؤال مهم برشا، قاعدين نحكيوا على خصوصية قطاع الصحة على إذاعة الصحة، واليوم هل أنه يجب استثناء الصفقات في قطاع الصحة من قانون الصفقات العمومية ل 2014؟ علاش هذا؟ هذا باش يكون موضوعنا حصريا من بعد. باش أجندة سانتي. على امتداد شهرين كاملين كانت عنا حوارات فيما يخص جميع المنشآت والصفقات العمومية في قطاع الصحة، وشفنا الإشكاليات الكبيرة. والحقيقة اليوم حبينا نحكيه على بصفة عام، هل يجب استثناء قطاع الصحة من قانون الصفقات العمومية؟ سؤال باش يجاوبنا عليه في حوارنا اليوم مع السيد ياسين العياري، مهندس أول ورئيس مصلحة التموين والخدمات المشتركة بمستشفى العموم. زوم سانتي. سي ياسين أهلا وسهلا. نشكرك على تدخلك معنا. سؤال اللي حاب نجاوب عليه معك انت سياسين، وكان تقربنا شوي للتليفون مليح باش نجمو نسموك، هل يجب استثناء قطاع الصحة من قانون الصفقات العمومية؟ بح صفا هك ساعة الصوت تسمع فيها؟ نسمع فيك مليح حكي ياسين. هو السؤال سير حيم، ما نجموش نستثنيو قطاع من اي قطاع من قانون الصفقات العموميه. اما السؤال اللي هنا نسهلوه، هل القانون الموجود حاليا اللي هو المؤرخ في 14 جانفي 2014، هل يعكس نجاعه كبيره على هذا القطاع والا لا؟ وهل السؤال الثاني، هل يحترم خصوصيه الشراء الشراءات، او على الاقل يحترم خصوصيه القطاعات؟ انا اقول لك قطعا لا. كيفاش لا؟ عندما نتحدث على النجاعه نتحدث على قله الكلفه، ونتحدث على قله الوقت، ونتحدث عن قله الجهد وفضل الجوده العاليه. اش معناه؟ خلينا نزيدو نفسروا للساده المستمعين ياسين. اكيد اكيد اكيد. كي نحكيو قله إن هذا النجاعه، احنا ديما وين يصير امر ولا يصير قرار ولا يصير قانون، ديما لازم نشوفوا النجاعه نتاعو على التطبيق. صحيح. على ارض الواقع. السؤال، هل القانون هذا، هل الامر هذا 1039 المؤرخ في 2014، هل هو موجود عامل نجاعه في القطاع العمومي وفي في المنشات العموميه؟ احنا كمواطنين نجمو نجاوبوا غالي ونراو بعينينا. باش نحب نقول انا لهنا، نحب نقول انه كل الخدمات وكل التنميه التي تقدم للمواطن راهي تمر عبر هذا القانون، تمر عبر هذا الامر المنظم للصفقات العموميه. وبالتالي دونك اذا كان القانون هذا ما يعكسش نجاعه كبيره على المنشات، راهي ستكون الخدمات المقدمه للمواطن مترديه. صحيح. ما معنى توكي نحكيه على أربع نقاط؟ نحكيه على قلة الكلفة،
نحكيو على قلة الوقت وقلة الجهد وضمان الجودة العالية. كي نحكي وانا نحب نعطي اكزامبل باش السادة المستمعين يفهموني، كي نقولوا الكلفة راهو ما نقولوش هو البري داشا، مش البري اللي شريت به. اوكي، يعني مثلا انا نحب نقدم سؤال لسيادتك والسادة المستمعين، فهمتي؟ مثلا انا كي باش نشري اليوم مكيف، انا باش نشري مكيف، باش نقدم عرض، باش نجي نعمل طلب عروض. صحيح. الدولة أنا باش نعمل طلب عروض وباش نشري مكيف. يجوني مثلا زوج طلبات عروض، طلب عرض، طلب يجيني فيه 1,500,000 وطلب يجيني فيه 1,200,000. دونك سيستيماتيكمون مالوروزمون في تونس باش ناخذوا ديريكتومون اللي بمليون ونص بالطبيعة بعد ما تكون المواصفات الفنية مطابقة. خممت حاجة سير حايم في التكلفة اللي هي بعد 5 سنين هذاك قديش بشي كونسومي انرجي وهذاك قديش بشي كونسومي انرجي، لا ما نخموش في هذا. دونك تلقى اللي في قيمة 2,000 دينار هو باش تلقاه ايكونوميك، لكن قيمة 1,500,000 مون ايكونوميك، بتال صورت انك بعد عامين باش تلقى انك اللي كان خريط اللي بمليون بزوز ملايين باش تلقى روحك صرفت عليه 1,000,000، اما اللي خريط بمليون ونص صرفت عليه 5,000,000، وهذاك اللي صاير في قطاع الصحة. فهمتك. وهذه هي الكلفة بعد الاستعمال. هو صحيح الكلفة هي اللي نحطها احنا كمشترين عموميين في كراس الشروط من اللحظة الأولى. تعرف زيد نحب نقول لك معلومة مهمة ياسر، تعرف البلدان المتقدمة ما نخدموش بالعرض الأقل ثمنا. نخدمو باللوفر ايكونوميكمون لا بلو افونتاجوز. ما معنى هذا؟ معناها وقت اللي نجي واحنا نكونوا ونقوموا بتحرير كراس الشروط رانا نقوم بتنفيذ الجودة والسعر والتكلفة بعد مدة زمنية معينة. هذه مشكلتنا في قطاع الصحة. مشكلتنا في قطاع الصحة إنه الأمر هذه نحكيه تو على قلة التكلفة، قلة الوقت. مشكلته الأمر 1039 إنه فيه طول إجراءات طويلة. صحيح. إجراءات طويلة برشا، وهذاك علاش أنت ترى المواطن الرحيم ترى انه يشكي هاوس بيطار ما فيهوش الاله هذه، هاوس بيطار عنده 10 سنين ما حلش السيرفيس هذايا، هاوس بيطار الماكينه عدمت وش بها ما صلحتش توا، هاوس بها وش بها. راهو نحب نقول لك ماهوش من اعوان وزاره الصحه وماهوش من وزاره الصحه، راهو عم نخدموا باجراءات مالوريزمون تعملت اليبوك، لكن وجب تنقيحها عاجلا وليس اجلا. فهمتك. الامر ينطبق مع خصوصيه القطاع هذه، راهو نحبوا نقولوه ونحبوا نوصلوه الى كل، وانا نداء الى كل من له علاقه مباشره في تنقيح هذا الامر. صحيح. به ياسين خلينا نفهم انا نقطه فيما يخص مشكل الوقت، والبارح حكيت على اكزامبل به برشا. كي نجي انا مش نعمل في بعض الطلبات باش نشري ماكينه نتاع تصفيه الدم، دونك عامل الوقت مهم برشا، السيرفيس ما لازموش يقف خاطر نحكيو على ارواح بشريه. ايفيكتيفمون. لهنا احنا دونك علاش احنا لازمنا اول حاجه مشكلتنا نحن اول حاجه ساعه لازمنا نفرقوا بين قدسيه الاشياء. ثم حاجه تلقاها مقدسه، ثم حاجه تلقاها اقل قدسيه منها، ثم حاجه تلقاها عاديه. ما نجمش احنا لهنا نعالجوا ملف الامر هذايا يا حيف. الامر هذا ما يستثنيش وما يعطي حتى خصوصيه لحتى قطاع. مش معناها انا اليوم بار اكزومبل باش نشري اله طباعه. اي اله طباعه فوتوكوبيوز امبريمون، نشريها بنفس الامر ونتعدى بنفس الاجراءات وبنفس الطول وبنفس الجوده كيما باش نشري في اله تصفيه الدم كيما سيادتك كنت تحكي تو. ايدونتيك، نفس كل شيء. نفس كل شيء. الدولة كي تراقب الملف احنا بيدنا البروسيس اللي نخدموا بها الى ميم لا بروسيدور الى ميم، نفس الاجراءات نفس القانون نفس الواحد. هل هنا عادي؟ هذا ماهوش عادي. لانه علاش نقول انا ماهوش عادي؟ لانه الآلة تصفيه الدم الا اي آلة طبية اخرى، اي حاجه لها علاقه بالوقت. نعطيك مثال، كان عندي شويه وقت نعطيك مثال اخر صار. اي خلينا ناخذ بعض الامثله ياسين، علاش انا جو بروفيت معناتها بالباساج معانا، خلينا ناخذ بعض الامثله اللي نجموا نفسروها العباد يزيدوا يفهموها معانا بطريقه ابسط. نعطيك امثله عاشها العالم الكل في فتره الكورونا، لكن خليني نكمل على الالات الطبيه وصيانه الالات الطبيه. راه في لاكيزيسيون دي ماشين بيوميديكال او في لا مانتونس، راه ما نجمش راني نمشي باجراءات طويله برشا
باش نقوم بالعملية يلزم فما إجراءات استثنائية، يلزم فما حاجات كما هكا. احنا شنو نقولوا؟ نقولوا رانا باش نتطوروا، باش نتطوروا كما الدول المتقدمة باللوفر اللي كنت أحكي لك عليها اللي هو مش بالموان ديزان علي زادة. جودة الآلات نقصت، تراكمت راهو خاطر السوم هذاك شي يجيب لك هذاك صحيح. وانت ما تتغنتي احكي على الكل فش بيك انا كرجيني بعشرة ملايين وجيني بزوز ملايين نمشي نشري لي بزوز ملايين جنان نولي ونخدمه بالكلفة، ما عادش نخدمه بسعر السعر الاولي لشراء هذه الآلة كما يخدموا الدول المتقدمة. وهذا علاش مستشفياتنا ومؤسساتنا مالو رزمو تلقى ساعات تراكم وليت موجود فيها آلات مالو رزمو تكلفتها بعد تولي تتكلف برشا. صحيح تصليح تتكلف برشا لأنه شراء الأولي رخيص. كان رخيص. أعطيكم مثال حي برشا يعني. أنت في فترة الكورونا في الحي اللي هو قاعدة عامين، نحب نعطيكم معلومة كون رئاسة الحكومة وقتها حلت إجراءات استثنائية في الشراء العمومي وإلا هو التفاوض المباشر. صحيح. ما أنت شنو عملت لهنا؟ جيت أشقلت مش نفسر ونبسطه أكثر ما يمكن للسادة المستمعين. باي شنو عملت؟ قالت يا سيدي احنا توا باش ناخذوا في مستلزمات الوقايه وكل مستلزمات الاكسجين الطبي قوم بالشراء ديريكتومو بالتفاوض المباشر، لا تعمل لي منافسه ولا تعمل لي حتى شيء ولا تخدم لي على منظومه الشراء العمومي على الخط. مش نربحوا وقت لنا ولا بيان سور اكيد. علاش هي عملت الكاكا؟ انا ناكد لك وانا كمشتري عمومي نحب نقول لك لو كان ما كانتش الاجراءات هذه لكانت الخسائر اكثر بكثير. ما فهمتني؟ دونك شو عملنا؟ ولينا نشريو في الليبافيت، نشريو في الماسكوات، نشريو في الليلينات، نشريو في الليغون، نشريو في كل الوسائل الحمايه بالتفاوض المباشر. شو معناها؟ معناها اللي عنده سلعه نتفاوضوا معاه، صحيح باش نجتهدوا نحن نعملوا مقبولية أسعار. شو معناها مقبولية أسعار؟ معناها كي نجي رحايم ونقول له عندك الكل عندي بقديش البري يونيتير كذا كذا، ما نمشيش نشري من عنده ديريكت لكن نمشي نسأل بقية لي فورنيسور شنو عندهم من غير ما نقعد نتعدى في إجراءات كبيرة وديريكت نرجع للرحايم بوسكو هو الأقل ثمن والمطابق فنيا. بيه؟ نمشي ناخذ من عنده. صدقني لو ما كانتش الإجراءات هذه في العامين هاكم أنا وصلت شخصيا شريت حاجات معناها حساسة في الأكسجين، الحمد لله منعت من كوارث منها، منعتني من كوارث. فهمتك. دونك لنا عامل الوقت مهم برشا في قطاع الصحة. عامل الوقت ياسر ياسر لأنه قطاع حساس وهذه اللي نحب نقولوه يعطيك الصحة. ما لازمناش نخسر وقت، ما لازم ما احنا ما قلناش يراو نخدم وكاكا وحدنا وبالمحلول وبدون مراقبة، بالعكس المنافسة سعره من لنورم والمعايير الدولية اللي يلزم تكون موجودة في الشراء العمومي وأهم معيار دولي هو المنافسة والشفافية. هذا أهم زوز عوامل يلزم يكونوا موجودين في الشراء العمومي. ولكن ما تنجمش تحط لي أمر نخدم به في قطاع الصحة كما نخدم به في قطاع آخر، بالرغم كل القطاعات والتنمية في تونس وفي بلادنا واقتصادنا في التنمية متاعنا كل القطاعات مهمة راو. لا يحترم خصوصية قطاع الصحة لأنه متصل مباشرة بالحياة وبتشخيص المرض للمريض. صحيح. به أقل جهدا ياسين. شو معناها أقل جهدا ياسين العياري مهندس أول ورئيس مصلحة التموين والخدمات المشتركة بمستشفى العموم؟ شو معناها أقل جهد؟ أقل جهد وقت لازم تصير تبسيط في الإجراءات. تبسيط في الإجراءات، تبسيط في طلب الوثائق، التنقيص في الوثائق. توا نحن ولينا نخدموا أونلاين، نخدموا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط. علاش نحبوا نفهموا حاجة؟ علاش إحنا قاعدين نتطوروا باش نوليوا نخدموا أونلاين وعن طريق المنظومة وفي نفس الوقت الوثائق القديمة اللي توا قاعدة مادية معناتها خارج المنظومة بقينا نطلبوا فيهم. ساكولبا ساكول، يا اما نمشي في نيميريكي اما نقعد بنفس الاجراءات وكاو ساكولبا. يعطيك الصحه في الكلمه هذه يا رحيم. نحب نقول لك انه توا فما شوفوشمو في الخدمه اللاماديه وفي الخدمه الماديه، معناتها في الخدمه داخل المنظومه وخارج المنظومه. توا حاليا فما شوفوشمو به ضمان الجوده العاليه نقطه مهمه اليوم وخاصه في قطاع الصحه ياسين. أكيد ضمان الجودة العالية. ساعة قبل ما نفسرها شنو باش نفسرها ساعة راو شنية أهميتها في قطاع الصحة، شنية أهميتها ساعة ضمان الجودة عادة رانا باش نحكيه على أكيزيسيون دي ماشين
دي ديكيبمون، ومن بعد باش نحكيو على العنايه بهم الصيانه والمتابعه. اي الجوده لهنا وقت اللي الجوده لازمني كي باش ناخذ ماكينه ولا باش ناخذ فيه حتى راهو كونسومابل يا ترحي. با فورسيمون راهو نحكي على الجوده كان على الماكينه، حتى على الكونسومابل نتاع الماكينه. راهو نحكيو لهنا على الجوده، واش معناتها الجوده؟ دونك ما عادش لازمنا نقصوا منها حكايه خدمه لو موان ديزون الاقل ثمنا. نحبوا نخدموا بالاقل تكلفه. اي اقل تكلفه اقتصاديا كما فسرت لنا بكري النقطه لوفر ايكونوميك لا بلوز افونتاجوس، واقل تكلفه حتى في استعمالها من بعدها كمان. واقل تكلفه ما معنى اقل تكلفه؟ معنى انه راهو في الشراء الاولي، في الشراء السعر الذي ساشتري به الاول بالكل، باش يكون راهو هو اللي خير من الموان ديزون. وعطيتك مثال المكيفات مثلا. مثلا نزيد مثال اخر بالسادة المستمعين تو يفهموا شو معناها الجوده اللي نحكيو عليها باقل تكلفه. هو وقت اللي مثلا باش نجيب ناخذ في دو ماشين فوتوكوبيوز. الفوتوكوبيوز هي الكرتوش نتاعها كونسومابل نتاعها يطبعوا لك 1000 كوبي، سومها 500 دينار. والماكينه هذه الكرتوش نتاعها بمليون ونص، لكن تطبع لي 5000 كوبي واحد برك الكل. ايش بتسيل ورقه واعمل بابري 5 باش تلقى الماكينه اللي اقل ثمنا. انت راك خسرت عليها 30 مليون كونسومابل. اوكي. الماكينه الاخرى اللي اغلى باش تلقى روحك خسرت عليها جوست 12 مليون. هاو التكلفه اللي نحكيو عليها، وهذا راهو قاعد يكلف الدوله المليارات. صحيح، من بعد كي تغزلهم بعد في عديد القطاعات يولي كلفنا مليارات. انا نربح اليوم في الشراء الاولي في السعر الذي اشتريت به من الاول ربحت مليون، ابري 5 كون راني خسرت 15 و20 مليون كونسومابل وصيانه. فهمتك. دونك لنا تقتصر لهنا الجوده، خذ ماكينه باهيه، خذ ماكينه مطابقه مواصفات فنيه، خذ ماكينه احسب لها التكلفه نتاعها. نحن هذه رانا ماناش نعملوا فيها باش يبدا في بالك. راهو احتساب التكلفه. اي نعم اي نعم، دراسه التكلفه بعد 5 سنين او 10 سنين، المهم مده زمنيه انت تفرضها في كراس الشروط من الاول. انت اليوم من الاول كي باش تعمل طلب العروض باش تقوم بتنظيف فصل معين يحسب التكلفه في مده زمنيه معينه، عامين 3 4 5 كون فادي بون انت شنو باش تاخذ. هذه مالوروزمون ما فماش في الامر هذا، ما فماش. واضح. دونك اليوم يجب على قانون الصفقات العموميه احترام خصوصيه قطاع الصحه على مستوى الكلفه، الوقت، الجهد وضمان جوده عالي. احسنت. هذا شنو نحبوا نقولوا، ونحبوا ان شاء الله لكل معناتها مسؤول عنده علاقه في هذا. ديجا هذا مراو كلام جنرال مؤسسه، كنت في ملتقيات وحضرت في ملتقيات علميه فهمتني كما جمعيه اكسيا معناتها نتاع سي عبد الغزي، وتحدثنا فيه الموضوع هذا. الناس كل تلقاها متوجهه في نفس التوجه فهمتني، لكن ماك تعرف لازم اكثر اراده فهمتني لي باش نحطوا الموضوع هذا، يتحط معناتها الموضوع هذا على الطاوله وعلى النقاش وكل شيء معناتها كيما تعمل القانون نتاع 2014 كيما نجم يصير تنقيحه، كيما نجموا نمشيوا في مثلا التفكير في احترام خصوصيه قطاع الصحة، أو يا سيدي شنو نقولوا نحن، أو إذا كان مثلا حاجة صعيبة ياسر هذه نقولوا احترام بعض الشرائط. واضح. ياسين العياري، هذه مداخلة أولى معنا، وبقطرة بتكون حاضر وحدنا في الاستوديو وناخذوا أكثر وقت ونفسروا الفكرة هذية كنقطة انطلاق باش نحسوا جميع المسؤولين اليوم أنه لازم يكون تعاملنا القانوني مع خصوصية قطاع الصحة بأكثر مرونة واحتراما لخصوصية. وقت اللي نحكيه على الجانب الاقتصادي صحيح، ولكن زاد نحكيه على الجانب الإنساني والأرواح البشرية اللي هو عامل مهم اليوم في قطاع الصحة، ولازم يكون زاد هو عامل مهم في الصفقات العمومية. ياسين العياري، مهندس أول ورئيس مصلحة التموين والخدمات المشتركة المستشفى العمومي، انغرو ميرسي الحقيقه لتدخلك معنا اليوم على راديو الحياه تفن. الانتجريتي ديال الانترفيو تلقاها شويه اخرى على الباج اوفيسيال فيسبوك. كانت هذه زوم سانتي لليوم. زوم سانتي تكون الثانيه من سانتي 5.0. سانتي 5.0. سرطان القولون، هذا هو باش يكون موضوعنا اليوم في الو دكتور.
سرطان القولون يعرف انتشار متزايد في تونس كل عام، وهو سرطان يضرب الجزء الأخير من المعدة جراء الماكلة الغير صحية، الدخان وعدة أسباب أخرى. نتعرفوا عليها مع الدكتورة راضية الدبغي، كهية مدير الصحة الأساسية بالقيروي، من 11 حتى نصف النهار في أهلو دكتور. كلمونا على 70-035-120 70-035-120. مع رحيم، صحتكم بالدنيا. دكتور راضية، أهلا وسهلا. مرحبا يا رحيم، مرحبا مستمعين الحياة فان. إن شاء الله رضاك مبروك علينا وعليكم وعلى أمة الإسلامية كل إن شاء الله. أمين. هو اللي يسمع رو دكتور راضية ديريكت جي في بينا بعض الأرقام على الكورونا والفاكسيناسيون والوضعية الوبائية. خلنا نحل معك القوس في أول حديث معك، ومن بعد نواصل لسرطان القلوب. الوضعية الوبائية في ولاية القيروان في تحسن؟ في تحسن أكيد كما في بلاد تونسية كل، لكن نحضروا من الإمكانية كون الإفيروبان كونوا تجي لقدر الله فوالا. دونك أهم حاجة هو إذا كان كنا في مكان مغلق التهوئة المكان، واضح مشينا في مكان في برشا عبيد ماذا مين نهزو اللي بافيت معنا إن شاء الله. هل ما زالت الإقبال متواصل على عملية التلقيح وخاصة الجرعة الثالثة؟ الحقيقة الإقبال معناها ضعيف بعبوخ معناها الأشهر الماضية. دونك احنا إن شاء الله باش تكون عملية تحسيسية على أهمية الجرعة الثالثة اللي هي جرعة التعزيز. فكرة اللي كما قلت لكم بكريان يعمل زوز تلقيح وباز راني مرضت، هذا نسمع فيه بالعامية معناتها اللي يحكيهولي، دونك هاكا تتسمى جرعة ثالثة، صحيحة الفكرة هذيا دكتور؟ هو احنا رحيم احنا ديما نقولوا راهو الفترة ما بين حتى كي مرض نجموا نلقحوا، راهم بعد شهر نجموا نلقحوا، بعد الجرعة الثانية بعد 4 شهور نجموا نلقحوا، خاصة جرعة التعزيز هذاك تو ناخذوا نهار آخر ونفسروا فيه العباد باش يفهموا أهمية الجرعة الثالثة في تعزيز المناعة ضد الكوفيد 19. واضح. ويتواصل ارتفاع الحالات إصابات في تونس بسرطان القولون، هذا اللي فهمته مع الأقل من الأرقام اللي قدمته وزارة الصحة من 2016-2017 حتى 2021 دكتورة. بالضبط. هو احنا تونس تحتفل كما سائر بلدان العالم الكل بمناسبة الشهر الأزرق اللي كان شعاره متاعه هو نتجند ضد سرطان القولون. يقول قايل علاش؟ على خاطر فما ارتفاع كبير بالنسبة للمرض هذي وخاصة اكتشافه في فترة متأخرة. دونك احنا في تونس شهدنا في سنة 2021 حوالي 2212 حالة إيجابية، ومتوقع كونه العدد يضعف في 2030. نحكيه على 4500 في 2030 زي سيماسيون هكا فوالا اكزاكتومون. دونك ماذا بينا احنا فما اللي هو الشهر هذي فيه تحسيس وكذلك في أهمية التقصي المبكر بالكواشف السريعة باش نتقصوا فيها الدم الخفي في البراز. دكتور خلينا نفهم حاجة، سرطان القولون شو معناها بالضبط؟ خلينا نعطي تفسير سهل للسادة المستمعين. سرطان القولون هو مرض عادة يبدأ من ثلالة صغيرة، ثلالة هذه كتنجم في 15 سنوات معناها تتغير وتظهر معناها علامات متاع مرض عفان وعفاكم الله اللي هو الورم اللي يكون نجم لقدر يكون منتشر في المصران ونجم يكون منتشر حتى في بقية الأعضاء. دونك احنا شنو من العلامات باش تحبوا نعرفوا احنا شنو من العلامات نستثمع فينا تو؟ عادة هو ينجم يكون علامات ما فماش كما ينجم يكون فما علامات خاصة في الفترة المتأخرة من المرض. يتنجم يكون هو نحكي على الأعراض معناتها الأعراض. أي دقيقة بركة دكتور خلينا نزيد نفهم نقطة أخرى، علاش في بعض التسميات يقولون سرطان القولون المستقيم ولا والمستقيم هو المصان الغليظ؟ المصان الغليظ أما نحكيه على نفس السرطان. أي نفس السرطان المصان الغليظ فوالا المصران الغليظ. أيوة. باللغه العاميه نتاعنا سرطان السيد المستمعين. دونك نحكيوا على نفس السرطان اللي يضرب الزوز واللي هو في اخر الجهاز الهضمي كان صح اكزاكتومون فوالا. دونك احنا كي نقولوا سرطان القولون هو بصفه عامه باللغه العاميه مصران الغليظ. به دكتور النساء عرضة أكثر من الرجال للإصابة هذه وإلا لا؟ لا هو عادة كما يصير عند النساء كما يجي عند الرجال، لكن سور لو بلان إبيديميولوجيك هو يمثل ثاني السرطان عند سرطان الأنثوية بعد سرطان الثدي عند المرأة، وهو يحتل المرتبة الثالثة عند الرجل بعد سرطان الرئة والمثانة. دكتور
مربوط بمعدل أعمار، معناتها صغار كما صغار كما الكبار كما كبار السن يمرضوا به، ولا فما معدل أعمار هو عرضة أكثر من الأخرين يا دكتور؟ هو المعدل أعمار العرضة خاصة اللي عندهم مخاطر مع عوامل الاختطار ينجم يكونوا هذوكم أكثر عرضة بالنسبة لعبيد أخرين. دونك احنا بالنسبة للتقصي هذي باش نحكيو فيه من بعد شوي، هو التقصي بالنسبة للأعمار ما بين 50 سنة فما فوق اللي ما عندهمش علامات، يقول قائل ما عندهمش علامات دونك علاش تقصى فيه؟ دونك يلزمنا نتقصوا مبكرا، خاطر نعرفوا احنا بداية السرطان هذي يبدا من ثلالة صغيرة، ثلالة هذيك تكبر اذا كان احنا ما تقصيناهاش، معناها بك الدم الخفي فك الكواشف هذيك ينجم يكبر وتتبدل الكونفيغاسيون تاعو وينتشر وينجم يعطينا اعراض، والاعراض هذه نجم تكون خطيره نصو حتى ينجم معناها يدز المصران للخشين، وينجم معناها يعمل سكون ابيل اوكلوزيون انتستينال، نجم ينتشر في كافه البدن كامل. دونك هيك علاش احنا اليوم ماذا بينا الناس تسمع فينا تو، راهو هو قاعد ينتشر بصفه كبيره في بلادنا نظرا اللي نعرفوهم اللي هما عوامل الاختطار في الامراض الغير الساريه. نسمعوا ديما تسمعوني نقول الامراض الساريه والغير الساريه، هذه الغير الساريه على خاطر مش قاعد ينتشر بالفيروسات والبكتيريات، لكن هو قاعد ينتشر فمع عوامل الاختطار اللي هي تساعد في الانتشار نتاعو، والانتشار نتاعو يكون انسيديو اذا كان احنا ما نوقفوش عوامل الاختطار. دونك سيد المستمعين يسمعوا فينا اليوم من زاد نجموا يطرحوا اسئله على الدكتوره راضيه 70035120 70035120 سرطان القولون. به دكتور شنو من الاعراض اللي نجموا نحكيوا عليها للساده المستمعين فيما يخص سرطان هذا؟ بون احنا هو الاعراض عاده تظهر في فتره متاخره من المرض، دونك ينجم يظهر فما تغيير معناه يكون مستمر وحديث لنشاط الأمعاء العادي، ينجم يكون في صورة إسهال، في صورة معناها كونستيباسيون، ينجم قبض جليان كرش، جليان كرش، ينجم يكون معناها انتفاخ غازي سكون أبيل بالفرنسية هو لاكولوباتي فونكسيوني، ينجم الإنسان ما كانش عنده هذه قبل ولا عنده معناها جديدة ومستمرة، ينجم يكون فما فقدان في الوزن يعني فجأة تلقى روحه معناها فقد في الوزن ما غير حمية، ينجم تكون عنده أعراض متاع فقدان كمية متاع دم أنيميا على خاطر احنا شنو هي الثلالة هذيك قاعدة تضيع بشوي بشوي في الدم حتى لين توصل عنا اون انيمي اللي هي عادة احنا نعرفوا الاعراض نتاع الانيمي هذا، تلقى هو الفشلة، تلقى عنده دقة قلب معناها ديما معناها يرقد فاشل، الاكتيفيتي نتاعو ناقصة، دونك هذو هما عادة العوارض اللي نلقاوه ونجموا نلقاو هو الدم ينجم يكون في البراز يدخل باش يعمل ترتيب الملخشين نتاعو يلقى موجود كميه نتاع دم في كل البراز هذاك، دونك احنا ماذا بينا بخلاف انه عنده لك خاطر برشا عبيد يقولوا لي مدام انا عندي القبض، عندي كل الريشه، عندي كل المغويد العذر تري بيان، دونك اون دهور دو سا اذا كان عندي علامه دم لقيته في البراز نتاعي يلزم هذي تقصي بالمنظار نتاع القولون اللي هو لاكولوسكوبي ويمشي عن طبيب مختص. به خلينا نفهم حاجه اخرى نتو في الاعراض اللي قلتهم هنا نقطي، تقول لي كي نمشي انا باش ندخل البيت الراحه فرزين باش تلقى عندي دم، ولكن زاد اللي في بالي القرح ساعات نجم تلقى عندك دم، فما لون محدد انه وقتها نحكيه على القولون هذا يا دكتور والا لا؟ هو عاده اذا كان المرض يكون معناها منتشر في اعلى القولون ينجم الدم يكون معناها في شكل متغير لون اكل خاطر هو ديجا ديجري باغ الماكلة، كما ينجم يكون في آخر سرطان الخشين وينجم يعطينا دم معناها اللون الأحمر بتاع الدم اكزاكتومون. باهي كي تزيد تقول لي أنا توا دكتور توا خاطر مشيت تقول لي ساعات ما يعطيكش ولا تجيك بعض الأعراض اللي هي سامحني في الكلمة دارجة عادية عند بعض العباد، كرشي تجري معناتها إيه معناتها جريت مرة قعدت تجري نهارين ثلاثة عادية، أما لازم كي تولي جمعة تولي وقتها ماهيش عادية صحيح فسري معناتها على الأقل غير أوقات فوالا قلنا احنا تغير حديث ومستمر لنشاط الأمعاء والمعدة
دونك اذا يكون فما اسهال غير عادي ما فماش مسبب، اذا كان فما قبض معناها جديد ومستمر ما فماش مسبب. مستمر قديش؟ مستمر يعني غير العادي، يعني يكون 15 جور اموا، يعني فما حالات نشوفهم احنا يكون عادي وما عندوش المشاكل هذه، خاطر احنا القبض عاده مرتبط بكيفيه الماكله نتاعنا. فما برشا عباد يشكيوا من المشكل هذا، هو يعرف روحه يقول انا راني ما ناكلش مثلا الالياف ديما الماكله نتاعي سلايت لي ناكل في العجين. بون احنا في الانتوغاتوار نتاع الطبيب اللي يمشي بيشتك ويحكي معك ينجم يفهم هذا تغير حديث ومستمر مرتبط بكذا، مع احنا نعرف المخاطر نتاعنا كون المرض هذا قاعد ينتشر. اذا كان جاوز ال 50 سنه نتاعو نعملوا له التقصي وننصحوا اذا كان عنده، احنا اذا كان عنده في العائله شكون معناها مرض بالمرض هذا معناها سرطان القولون المستقيم، والا شكون في العائله عندهم مرض بما يسمى ثلال الامعاء داك لا بوليبوز فاميليال، واللي نجم يكون هو ديجا عنده سوابق مرضيه للثلال معناه ثلال الامعاء، والا عنده انفلاماسيون معناه التهابات مزمنه للقولون والمستقيم. دونك كيما لو كرون دونك هذيك ماذا بينا ما نقعدوش مكتفين يدينا، يلزم طبيب معناه مختص اللي هو يعمل المنظار معناها تشخيص المرض بالمنظار، يعني لا كولوسكوبي اللي يكون عند طبيب ال تو بعد فسرهم في السيل العمليه في التشخيص. خلينا نقعد نركز معك شويه دكتور خاطرك عطيتني الاعراض باش ما ندخلش فك معناتها في الهلوسه نتاع العادي والماهوش عادي معناتها هذه اللي نحب به. تو دكتور مثلا كرشي تجري مشيت خذيتك الخنسان باش ما نسميش دواء، خذيت دواء بازن شاي نتاعو مثلا باش ما عادش يتلم، ولكن وبريت مش معناتها زاد انا يكون عندي نجم يكون اي معناتها مش نجم يكون عندي معناتها هذا عادي هذا عادي هذا عادي فوالا. اذا يعني استمر حاجة حتى خذيت دواء اي احنا راهو اكثر حاجه تقلقنا هي كروشنا فوالا. دونك اذا كان عندك قلق عادي انت معناها نتاع كل الماكله كي تشرب كي تاكل ماكله باغ اكزومبل اللي فيها البقول تعمل لك الفيخ في الكرش. دونك انا نعرف المشكل نتاعو خاطر انا ديجا المصنع الخشين نتاعي عنده نوع من الحساسيه من النوعيه نتاع الماكله هذه. دونك هذاك عادي. اذا كان انا مثلا ما ناكلش الماكله كما نقولوا احنا اللي هي غنيه بالالياف اللي تخلي نشاط المعده الامعاء معناها عاديه، دونك هذاك عادي. اما اذا كان قلنا ظهور غير عادي ومستمر لنشاط الامعاء هذاك يخليني زاد كيف كيف ماذا بي نمشي لقدام ونعمل ما فيها باس نعمل فحص عن طبيب مختص باش نحيو الاشكاليه لا قدر الله ينجم يكون عندنا سرطان القولون اذا كان خاصه جوزنا 50 سنه والا عندنا في العائله اشكون والا انت عندك معناها مرض الالتهابات المزمنه نتاع القولون والا كما كنت حكيت لك هو ثلال الامعاء. خلينا نفهم حاجه اخرى توا دكتور، احنا حكينا على القولون حكينا على اخر هنسهل على التصوير اخر المعده في الاخر ولا نجمو حتى من فوق نجمو حتى كولون دغوا والكولون غوش مع الايمن والى الايسر. دونك زوز كيف كيف يعطي نفس الاعراض دكتور. قلنا احنا في في المصران الخشين مصران الخشين في المصران الايمن فما ترونسفيرس فما دغوا وفما ريكتوم. دونك هذيك الكل هو المصران الخشين اللي نجموا احلى قدر الله ينجم تكون ثلالة موجودة في اي مكان من المصران ويتطور الامر به وينجم يكون يعطينا ورم. فما من عوامل الخطر اللي فهمتهم على الاقل في وقت حاضر شوية دكتور العمر مهم برشا معناتها عند كبار السن علاش هما عرفة اكثر من غيرنا على الاقل اكثر معناتها اكثر من اللي اصغر منهم سن بالمرض هذا دكتورة. هو سؤال ان بو فيه فلسفي بوتيتر. دونك احنا قلنا اكثر من 50 سنه احنا نعرفوا كونه فما تغيير لنمط العيش نتاعنا. نمط العيش نتاعنا اللي هي الاكله السريعه، الاكله اللي مشبعه بالدهنيات خاصه بالدهون المصدر نتاعها حيوان. احنا قليلو الحركه لا سيدونتاريتي. احنا فما برشا نسبه كبيره من النساء والرجال يعني يدخنوا.
كذلك الكحول المفرط. هذه كل إثارة. دونك انا كي نبدا انا العمر نتاعي كله انا نمط العيش نتاعي انا هذي بالطريقه هذي وما فماش توقف العوامل الاختطار هذي. دونك بالوقت بالعمر واذا كان عندك معي اعراض فوالا اكزاكتومون ابسيلون مع ابسيلون تولي دلتا صحيح. يعني حاجه مع حاجه صغيره دونك معناها توصلنا للمرض هذاك. علاش احنا المهمه نتاعنا اليوم خاصه في حل الشهر الازرق اللي كثرنا منه على اهميه تحسيس الناس تسمع فينا والمواطنين خاصه رواد العيادات الخارجيه على اهميه التقصي. ناس مفجوعه مادام تحكي على سرطان القولون ليش فضي سرطان خاطر اكزاكتومون. دونك على خاطر احنا الوباء هو انتشار او احنا وقفنا على الوباء كان عند الامراض الساريه راهو حتى الامراض هذوما ينجموا يكون وباء. وباء يكون انسيديو يكون معناه متواصل. اذا كان احنا ما نوقفوش لا قدر الله تنجم تكون احنا لكو نتاعو يكون يرزن على كهل المواطن هو بيه على جيبه وعلى وزاره الصحه. يعني دونك ما فيها بس يتكلفنا برشا باش احنا ننهضوا بالصحه نتاعنا وصحه الفرد وصحه الجميع يلزم التقصي المبكر. نعود نذكركم محاضرة بحضرنا الدكتورة راضية تبغي كهية مدير الصحة الأساسية بالقيروان من توا حتى نص النهار باش تعرفوا ناخذ تليفوناتكم على 70 35 120 فيما يخص سرطان القولون. كان عندنا تليفون كيف الدكتور يقول كان عندنا تليفون ميساج خلينا ناخذوا بعض الاتصالات. دكتور إذا عندي شكون نوظف العيلة بسرطان القولون ولا أي من السرطانات دونك أنا عرضة أكثر من غيري باش نمرض به؟ أي عامل من عوامل الاختطار وأكثر عرضة أنك تمرض به. دونك هكا علاش نعمل وقف التأمل ونعمل فحص اللي هو بالمنظار تنظير القولون اللي هي لاكولوسكوبية عن طبيب مختص ونعمل ينجموا هما يحضروا ترى معناتها يحضروا ترى انه مستقبلا نكون عرضه اكثر من غيري لمرض سرطان القولون. اللي عندهم نمط عيش غير صحي خاصه كما كنت نحكي لك اللي هما نعاود التدخين الكحول الماكله المشبعه بالدهون قله الرياضه هذا كل هما بورفويور هما بيدهم مع عوامل الاختطار تاع كل الامراض الغير الساريه منهم السرطانات سواء سرطان القولون ولا حتى اي سرطان اخر برشا تري بيان. دونك امراض القلب والشرايين السكري دونك هذوك كلهم اذا كان انا عندي العوامل هذوما كلهم راهو يلزمني انا ما نقص فيهم. واذا كان فما حاجه ظهور حاجه غير عاديه في بدني ماذا بيا نستشير طبيب العائله نتاعي طبيب الخط الامامي باش هو يفحصني ويشوف شنو عندي باش نعرف انا الصحه نتاعي وين اكزاكتومون. دونك ماهوش بالمفروض يكون عندي حتى نسمع فيه تو كي نسكن باش تخاف ما لا انا عندي باش ما نكذبش عليك معناتها ما تدخل شويه بما معناه انه زاد نظام غذائي معناتها صحي في تونس بصفه عامه نحكيك على الاقل في تونس غالي وصعيب شويه مع ريتم اللي قاعدين معناتها واحد يخدم ويقول لك ما عنديش وقت ولازمني نجري ولازمني ناكل حاجات تشبع شويه ما خاطر ما فهمتي دكتور. دونك ديكو وزيد نقولوا راهو يتلموا لك شويه ما زيد خم شويه اللي احنا عندنا سامحني في الكلمه عندنا بعض العادات الغريبه في تونس يمشي يعمل مشوي ياكل زوز كيلو لحم اللي زاد ما تجيش من الاسباب المهمه برشا طبعا نحكيوا فيها ما تجيش. دونك ديكو الريسك نتاعها كبير اني نمرض. شوف رحي هو احنا اون فا معناها لو ريسك بينيفيس يعني انا لازم نعدل الكفه لازم تكون عندي اون بالانس. البالانس هذه هي معناها اون جو صحتي. دونك اذا كان انا عندي المعلومات توفرت عندي المعلومات هذه كل دونك بيان سور انا باش نوقف وقف التامل فهمت ونغير من نظام الحياه نتاعي. دونك هذا مهم برشا لي انا وصغاري خاطر احنا اذا كان باش نحكي كل فرد ديما نقوله انا ينطلق من ذاته يغير من ذاته وبشويه بشويه حتى لين تنتشر الثقافه نتاعنا. خاطر احنا العمل نتاعنا في الاداره الفرعيه للصحه الاساسيه فما عمل جبار يقوم به اطباء الخط الامامي وكذلك ممرضين اللي هو التثقيف الصحي. عندهم ايامات هذو في التثقيف الصحي قاعدين يثقفوا فيها في العباد على اهميه هالامراض هذه
انت تلقى في المركز الصحه الاساسيه التلقيح التثقيف الصحي المداوات. دونك ماذا بيك اذا كيف انت معناها تهتم بالنصائح هذه اللي قاعدين يتقدموا لكم وتعطي ثقه في الطبيب اللي مع الطبيب المباشر نتاعك والطبيب الخط الاول والممرض باش انت تكون حياتك معناها وصحتك لاباس. باهي خلينا ناخذ تليفون ولين يجينا من عند سي حبيب هكا ولا سي حبيب. اهلا وسهلا. الو عسيبة. مرحبا بك سي حبيب. عايش كي راهو مدام راه تلبس لك الكاسك خلينا نسمع سي حبيب. باهي سؤالك للدكتوره رافي. والله حبيت نسال الدكتوره اللي انا عندي الوالد الله يرحمه توفى مرض بنفس المرض حبيت عندوش علاقه بالوراثه معناتها في العائله. هو احنا كيما كنت نحكي عسلامة سي حبيب. دونك احنا في الحالة هذه ماذا بيا احنا التشخيص يكون عند طبيب مختص ويكونوا افراد العائلة معناها خاطر موجود الاب معناها عنده المرض هذي ماذا بينا معناها تتفقد روايحكم عند طبيب مختص يعمل هذي التنظير للقولون باش احنا نكونوا مرتاحين خاطر فما هذي سكون ابيل معناها المرض اللي في العائلة الجانب وراثي اكزاكتومون الجانب وراثي. باهي سي حبيب قداش عمرك؟ قداش عمرك؟ عائلي عائلي انا عمري 48 سنة ان شاء الله في الخير. ماذا بيك ما تمشي معناتها ميساج تتفقد روحك اكزاكتومون تتفقد روحك صح حبيب ما خسرنا حتى شيء نمشيو للطبيب الجاستخولوج هو طبيب الامعاء ينجم تحكي له انت على الحاله نتاعك وشنو هو شكون في العائله نتاعك عنده المرض هذي وتوا هو معناه يقوم باللازم ويعمل لك التشخيص وهكاك انت تبدا مطمئن ومرتاح وكيما كنت تسمع فيه لازم يكون عندي انا نظام غذائي صحي مهم برشا باش انا لا قدر الله نتجنب هالمرض هذي. مادام هذه خلينا نزيد نسال مادام حتى معي سي حبيب كي نبدأنا في المعتمديات نجم نمشي لأحد مستوصفات نجم نقوم بالوحدة معناتها مثلا سي حبيب نجم يقوم بنفس الفحص في سبيطار ولا كان عند أطباء الاختصاص تخي بيان. دونك بالنسبة لسي حبيب توكي هو عنده معناها حد في العائلة عنده هالمرض هذي يمشي طبيب إذا كان هو يسمع فين إذا كان هو بعيد على المستشفى الجهوي مش في مدينة القاهرة مدينة القاهرة أما طبيب اللي هو موجود طبيب الدائرة وإلى الطبيب المستوصف وإلى المركز الصحة الأساسية يمشي له. دونك طبيب المركز الأساسية هو متكون في هذه في الـ في الـ في البروجرام هذه البرنامج الوطني للحد من سرطان القولون. دونك باش يعطيها اون لاتر معناها جواب يمشي به للطبيب المختص اللي هو الطبيب المعدة. دونك هذاك باش نسهل اللي يسمعوا فينا خاصة في المعتمديات نجم تمشي لأقرب مستوصف ويعطيك جواب الماسو تهز ويقول لك برا إجا للسبيطار في القروان تو تتم العملية سي حبيب وماذا بينا تمشي تعمل ببعض الفحوصات. خلينا نفهم نقطة أخرى أنا تو دكتور كان تسمعني من عوامل الأخرى اللي اختار مريض السكري هل هو عرضة أكثر من غيره باش يمرض بالسرطان هذا دكتور؟ إي دونك هذوما الأمراض المزمنة من هما مرض السكري ينجم يكون هو بيدو عرضة لأنه معناها يكون عنده لا قدر الله سرطان القولون. السمنة المفرطة تخليني عرضة أكثر وإلى إكزاكتومون من عامل عوامل الاختطار اللي زاد يكون سبب في أنه يكون موجود يكون عنده سرطان القولون. به دكتور صحيح أنه الاضطرابات الهرموني في النمو يخليني عرضة وإلا لا معناتها اليوم للمرض هذا سرطان القولون صحيح العامل هذا صحيح وإلا لا؟ شنو معناها اضطراب هرموني؟ تقام عنده مشاكل هرمونية معناتها تقام معناتها من الصغر تقام عنده مشاكل هرمونية تقول لك نجم تأثر لك في نجم تأثر وتكون عرضة أكثر من غيرك بالمرض هذا وإلا لا؟ بالنسبة للاضطرابات الهرمونية دونك احنا ماذا بينا يكون نفهموا ساعة شنو الاضطرابات الهرمونية خاطر برشا هرمونات الهرمونات الأنثوية دونك هذي فما يلزم يتصل بالطبيب المباشر نتاعو باش نحدوا شنو ما هل الاضطرابات الساعة هذي خاطر كما قلت لك الهرمونات احنا في دمنا هما تساعد على انه يكون الميتابوليزم نتاعك معناها اون ايكيليبر. دونك احنا بالنسبه لسرطان القولون اهم حاجه هما كما كنت نحكيهم لكم العوامل هذوما اللي فيها حد في العائله والا هو عنده امراض مزمنه نتاع التهابات في القولون وكذلك اللي هما العوامل الاختطار يكون نحكيو فيها. فما بعض استعمالات تاع الادويه تخليني عرضه باش نمرض بالسرطان هذا والا لا؟
نوع من الأدوية كيما مثال نسأل ديما راني بعض الأسئلة ديما يجيونا بصفة عامة في على راديو يقول لك مثلا استعمل فما بعض الأدوية ينصح بها وإلا لا تخليني هو الإفراط في الأدوية في الإفراط في الأدوية سان فاكتور دو ريسك لبرشا حاجات الكبد للكلى للقولون دونك ماذا بينا احنا كي ناخذ أدوية يلزمنا بمعناها اون راسيوناليز معناها الأدوية نتاعنا والطبيب نتاعنا بيان سور وباش ينصح كيفاش تستعمل الدواء ما تاخذش الدواء انت مثلا كيما 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 جيجي مثلا الانتي انفلاماتوار الانتي بيوتيك دونك هو بيدو هو هذاك موضوع ثاني اخر بالنسبه للادويه هذا دونك ماذا بينا احنا الادويه بصفه عامه هو احنا نعرفوا كون الادويه فاهم لي برينسيپ اكتيف وفاهم الحاجات اللي معناها تسبب مشاكل اذا كان فما افراط فيه دونك يسبب في المرض في الكلى في الكبد وينجم يكون فاكتور دو ريسك تبع معناها للبرشا امراض ولي سوء الحظ تنجم تمشي تاخذ انتيبيوتيك تاو من الفارماسي وحدك معناتها ولي سوء الحظ دونك بربي اي دونك بربي ما تاخذش دواء وحدك ما ثماش دواء اللي يمشي عند ولد جارتك دونك باش يمشي عند ولدك انت ليه تمشي للطبيب راه مربوطه فما عديد العوالم باش يقول لك خذ الدواء هذا ماهوش الدواء الاخر دونك بربي ما تاخذش دواء وحدك بالنسبه للدواء انا مش نعرج ما بين قوسين حتى الموضوع هذا يقلقني برشا الخط اللي زونتيبيوتيك كلمه في 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 يعني ميساج في كلمتين انت كي تستعمل الانتيبيوتيك مش في محله دونك انت سببت في وجود بكتيريا اللي هي موجوده في الانفيرونمون تاعي اللي هو ضد ال ضد الانتيبيوتيك هذوما دونك مراجي كي تاخذ الدواء اونجين انت نورمالمون باش تاخذ الدواء هذاك نورمالمون معناها يبريك في 5 ايام تلمو احنا افرطنا راه احنا فين معناها من دول العالم اللي تستعمل الانتيبيوتيك معناها معناها بلوس كو 50% دونك هذا موضوع ثاني اخر دونك ماذا بينا اللي يستعمل الانتيبيوتيك نخليوها للاطباء اللي هما يشيروا في الروشته نتاعهم في لوردونونس نتاعهم ما ناخذوش الدواء هكاك وحدي خاصة الانتيبيوتيك دكتورة راضية خلينا نفهم من حاجة توا جيكم معناتها جيكم وطن شاكك فيه عملية الفحص كيفاش تبدا وبعد بعد نمشيو نحكيو على عملية العلاج نتاع السرطان هذا كيفاش تبدا العملية من الدكتور باهي خلينا احنا اون سيليكسيون دو كاتيجوري نتاع عباد احنا فما العباد اللي عندهم العلامات وفما عباد اللي ما عندهمش علامات واضح دونك العباد اللي عندهم علامات اللي ذكرناهم اللي هو تغيير حديث ومستمر لنشاط الامعاء كما اسهال كما القبض كما قلنا وذكرنا معناها النفخ في الكرش فما دم في البراز ضعف فما علامات نتاع انيمي وجهه اصفر فيشل ديما يحب يرقد الاكتيفيتي نتاعو نقصت فما دقات نتاع قلب معناها اكثر من العاده دونك هذوما كلهم يعني ناس عندهم العلامات نزيدهم العوامل الاخرين اللي هي يكون عنده حد في العائله كما حكينا والا هو كما ذكرنا سابقا يكون عنده هو امراض مزمنه عاد مثل الامعاء والا الالتهابات المزمنه للقولون والمستقيم هذوما ديريكت يمشيوا يعملوا فحص عند مختص كما قلنا تنظير القولون الكولونوسكوبي عند طبيب مختص داكوغ بالنسبه للفئه الاخرى اللي هي اسمبتوماتيك ما عندهاش علامات حتى علامات من الكارنيه هذوما كل اعمارهم ما بين اكثر من 50 سنه فما فوق رجال ونساء هما اللي تمتعوا بهالكواشف هذوما اللي هم موجودين في مراكز الصحه الاساسيه بالدوائر الصحيه هو شنية الهدف نتاع الكواشف هذوما هو التقصي المبكر لسرطان القولون هو نكتشفوا معناها الدم خفي في البراز دونك كيفاش تكون العمليه هذه دونك هو باش يلتجا للطبيب في مركز الصحه الاساسيه والا الممرض الموجود اللي متكون في الشان هذا باش يقول له راهو احنا سمعنا وعمليه التحسيس نتاعكم وكل نحب نتقصى على سرطان القولون بيان سور باش يحكي مع الممرض باش يوريه كيفاش باش تكون العمليه هو يعطيه ان فلاكون
يقول له البراز ترتيت الماء الخشين نتاعك تروح للدار، ما يلزمهاش تتبل بالماء والا بالماء الخفيف. دونك لازمها تكون شايحه، تحط هنا فك الفلاكون هذاك كيما لو لوندومان اون بو لو فير لو لوندومان، والا اذا كان هو قريب المستوصف معناها ست سوايع يعملها ويجيبها، دونك اون بو فير لو تيست. دونك كيما لو لوندومان يجيبها عند الطبيب نتاع المركز الصحه الاساسيه والا الدائره، دونك باش ياخذ العينه هذيك من الرزين نتاعو هو اكزاكتومون. وفما اون تيج، احنا مالوغوزمون انا ما جبتش ليكزامبل معايا، دونك فما اون تيج، التيج هذيك ديجا فيها جروح معناها فك التيج. دونك يجي الطبيب يجي لك العينه هذيك نتاع البراس وياخذ خمسه سته من عينات صغيره، عينات صغيره قد كعبه العدس، ويحطها في ان فلاكون هذاك الواحد اللي فيها جروح. دونك هي باش تاخذ اكثر ماك العينه هذيك، وفي مناطق مختلفه ماك العينه هذيك، وباش يحطها في ان فلاكون. الفلاكون في ان رياكتيف، دونك باش يخلطوا بالقدا هذاك الفلاكون هذاك. دونك وعندنا كاسيت كيما الكاسيت نتاع الكوفيد هذيك اللي تيست هذاك، دونك باش يحطك ثلاثه قطرات فك المكان مش يلقى فما مكان، ونستناو معناها ما نفوتوش 10 دقائق، ما نفوتوش 15 مينوت، ونشوفوا اذا كان فما اللغه العاميه تولى عنا شلط اللي هي تي، مش اي شلطه، لازم يكون فما اون لتر، فما حرف اللي هو تي، وفما الحرف اللي هو سي. دونك اذا كان ظهرت الحرف معناها السي وحدها ما غير التي، دونك راهو ما فماش دم، ما فماش، ما لقيناش حتى دم. دونك احنا هذيك ماذا بينا نعاودوا لو تيست في كل عامين، يتولي كل حاجه عمين. دوريه كل عامين. اذا كان لقينا السي ومعاه التي، دونك راهو الحاله هي ايجابيه. دونك فما اون بون كومونيكاسيون افيك مع المريض، يلزمنا نعرف كيفاش نحكيو معاه، دونك ما نفجعوش المريض. دونك يلزمنا تكون عندنا احنا طريقه سلسه لاخبار المريض على انه التحليل نتاعو ايجابي. دونك باش نكملوا احنا راهو الفحص نتاعنا، وباش نعطيك جواب للطبيب باش يعمل تنظير القولون، باش نشوفوا فماشي معناها لا قدر الله ورم موجود في المصان الخشين. كي طلع لي تي معناتها عندي عندي سرطان القولون والا لا؟ اذا كان السي والتي فور بروباب، اثنين فور بروباب معناتها بنسبه كبيره باش لا كونفيرماسيون سي با، معناها التاكيد تشخيص هو بالتنظير القولون الى الكولوسكوبي. دونك باش يشوف بيان سور الطبيب باش يشوف شكل القولون ماهوش عادي، باش يلقى شكل معناها اون معناها لحمه لحمه اكزاكتومون، باش ياخذ عينه منها بيان سور العينه هذيك، باش يقع التحليل نتاعها لنبات ويشوف شني النوعيه نتاعها. علاش قلت لنا التيست هذا ما نجمو نعملوه كان لي اكثر من 50 سنه، واللي اقل من 50 سنه وما عندوش علامات معناتها؟ حكينا فيه وقلنا اللي ما عندو ماهوش معنى. دونك يسمعنا يطبق النمط العيش السليم ويكون معناها ان شاء الله لاباس. باقل من 50 سنه نجم يعمل التحليل هذا؟ هو تو حاليا بالنسبه للالغوريثم اللي عندنا هو من 50 سنه فيما فوق، اللي ما عندهمش علامات. تقول لي اقل من 50 سنه عنده عوامل اختطار واللي ذكرناهم، يكون حد في العائله ولا هو عنده، هو ما يعملش التيست، هو ديريكت يمشي تيب مختص. اين با بيسوان. علاش؟ على خاطر احنا مش نكتشف، مش نقعد انا نستنى في التيست هذا، خاطر التيست هذا هو سيغتو للعباد اللي هما ما عندهمش علامات، واللي ينجم لا قدر الله معناها يكون عنده ثلاله، والثلاله ذيك قاعده معناها تسيف الدم، والنجم امكانيه كبيره الثلاله تكبر. دونك احنا قلناها ثلاله ذيك الامعاء تنجم في 15 سنين تولي ورم. دونك اذا كان احنا تقسيناه بكري الاستئصال نتاعو بيان سور باش يكون سيء، كما اي حاجه ماهيش كيما نشوفها في 1 سنتيمتر، مش كيما نشوفها في 5 6 سنتيمتر وافيك انفايسمون، معناها وانتشرت في كامل معناها الكرش. دونك هذاك يقلقنا كيما تعرف لو كو مع
معناها الثمن على العائلة والثمن على ونسبة النجاح الصحة. ونسبة النجاح تضعف كيكا دكتور. اكزاكتومون هو الحمد لله احنا هو استئصاله معناها احنا تو في تونس بخبرة متاع الأطباء متاعنا توفير الأدوية خاطر مهم برشا خاطر باش يتبع خاطر استئصالها وحدها ما يكفيش يلزم فما الأدوية الكيميائية والراديوثيرابي باش نواصل فيها هو بيدو هو المريض باش يدخل في 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 نمط عيش آخر خاطر ينجم لقدر الله يقص المسران ويبقى سختان طول المسران على برا ويلزم الطريقة متاع الماكلة وفي ساعات ما يكلوش دونك هذيك يعني عمل مذني سواء للعائلة وإلا للعوان الصحة العلاج متاع مرض سرطان القولون دونك عندي ثلاثة أنواع إما الجراحة كما قلت تدخل جراحي وإلا المعالجة الكيميائية وإلا المعالجة الإشعاعية معناتها بالراديوثيرابي وإلا ثلاثة مع بعضهم معناتها يكونوا ينجم يكون ثلاثة مع بعضهم هيا هي انت والطبيب هو المختص هو اللي باش يعاين ويشوف دونك الطبيب هو باش يقول الجراحه ومن بعد الجراحه وقتاش الشيميو قداش من حاله سيونس وقداش من غاديو دونك سي الطبيب المختص هو اللي باش يحدد كيفيه العلاج الجراحه ديما موجوده معناتها دكتور اي حتى اذا كان ورم كبير لازم استئصاله اذا صغير كما كنت تحكي كيف كيف استئصال لازم تكون عمليه الاستئصال عمليه المداوات والعلاج تاخذ وقت 6 شهور عام عامين لا ان شاء الله ما نقولوش اقل احنا توكي كما قلت لك احنا فما فما تطور كبير في جراحه الامعاء والقولون نسبه النجاح كبيره برشا دونك احنا معناها بالنسبه للنجاح نتاع جراحه المرض معناها فما نجاح كبير دونك ويلزم كي نقولوا احنا نجاح مع الاستئصال ومع الادويه يلزم المراقبه الصحيه اللصيقه فما دي في مادي دي بروتوكول معناها افير باش يعطيهم التبيب كل قداش باش تعمل تصويره تصويره على كذا تصويره على كذا باش نشوفوا احنا اللي احنا الخليه استأصلناها بالكامل وما وقعش معناها انتشارها في بعض المناطق دونك هكا علاش تلقاو المساكن ربي يلطف بهم الناس الكل تلقى يدخل في 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 معناها ان بروتوكول كي لوخ اللي رابيد من اشعه من تصاور باش احنا نقضيو كومبليتمون ما نخليوش اكل الخليه تبدا صغيره فوالا فوالا وما تنتشرش خاطر هو الانتشار يكون معناها اذا كان الخليه انتشرت معناها خاصه في اللي غونغليون لافاتيك معناها تكون اسرع معناها الانتشار نتاعها في خلينا نستعمل كلمه بالعاميه خلينا نستعمل كلمه بالعاميه الدكتور باش يفهم خاطر لازم يتحرك ولازم يمشي راهو حكيت وقت معناتها كل ما نعرفها على بكري كل ما نمرش ساعه كي نستحفظ على روحي ما نمرش بها كي نعرف على بكري نبره باقل اضرار ينجم يضرب لي الكبده نجم يضرب لي باقي الاعضاء الاخرين اذا ما عرفت ما تعرفتش عليه على بكري دكتور واذا كان اذا كان انتشر اذا كان انتشر بنسبه كبيره وما عطينيش اهميه للاشياء اللي معناها قاعد تحفنا كما كنت نحكي لك من الاعراض حتى للريه بيان سيغ تو سي كل السفايق اللي نقولوا له وحنا ويطلع طرش عليه فين تنطر دونك دونك كيما اي ورم راه كيما اي ورم استئصاله ومتابعه للثقه مع الطبيب والادويه نتاعو ان شاء الله معناها يكون لاباس اذا كان معناها احنا معناها مانيش مسيبين معناها مش قاعدين نتبعوا مش لاهي بروحه الواحد مش لاهي بروحه اي تري بيان دونك هذا ينجم يكون ينتشر وتكون المداوي نتاعو صعيبه تكلف كما كنا نحكي تكلف على المريض وعلى وزاره الصحه دونك هيك علاش انا بالنسبه لي انا رحيم هو ديما انا نقول لو بيلي امبورطون في صحتي هو الوقايه اش هزني باش نوصل للمرحله هذيك دونك انا ماذا بيا نتوقع مبكرا باش انا نتجنب هالامراض هذه كل دونك واضح وجلي دونك احنا في المهمه نتاعنا هو الوقايه ثم الوقايه والتقصي المبكر بحول يكون لاباس ان شاء الله ان شاء الله يا ربي هذه دعوتنا للناس تكون استحضروا على رواح خلينا نعاود شنو هي مثلا تو بعض النصائح اللي هذا المهم اهم نقطه ديما عندنا كي يحضر بحضرنا الدكتور معناتها دكتور راضي النصائح اللي نجموا قدموها للساده المستمعين بصفه عامه وخاصه للمرض هذا باش يحمي روحه ما يمرش بالكونسير هذا معناتها ان شاء الله يا رب باي بصفه عامه رحيم هو يلزمنا نبعدوا على عوامل الاختطار
اللي هما مسببين في انتشار هالأمراض هذية اللي هو وباء عالمي، منها الأمراض الورمية، منها مرض السكري وضغط الدم، أمراض القلب والشرايين. دونك هذوك ما نسميهم أحد الأمراض الغير السالية. دونك العوامل اختار دوما قد ما النقص منهم قد ما تكون صحتي جيدة، اللي هو نعود نقوله الماكلة متاعنا معناها الصحية. يقول الماكلة الصحية، انت بكري قلت جيب المواطن، راه فما حاجات يا رحيم النجم انا حتى جيبي فارغ وتكون معناها ميساج. خبز 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 تشبع دكتور وهي أرض. شو اخزلي ايت مثلا كي نقوله احنا نعرف كيفاش نتصرفوا، نجموا راهو الشخص اذا كان عنده المعطيات هذوما كلهم ينجم يتصرف في حياته. انا مش مفروض علي ان كل يوم الحم حم الاحمر. دونك كي تكون الماكله نتاعنا مشبعه بالالياف بالخضر بالغليل، كي نغسلوها منيح كي نظفوها منيح، دونك هذيك تساعد. اول حاجه البريستالتيزم انتستينال يكون ديما، انت ما عندكش المشاكل هذيه نتاع الكرش، ما عندكش لا كرش قدام لا انحباس غازي لا لا حتى شيء. دونك قد ما تاكل انت الخضروات والغليل السلايد وكل، اذا بيان سور بعد ما تكون نظيفه بكدا، خاطر احنا كي ناخذوا الاشياء هذيه الحشيش احنا نقولوها بصفه عامه بيان سور لازم تكون مغسوله بكدا، يعني نحطها معناها منفخه في الماء، نحط فيها قطره نتاع جافيل، يلزم نغسل مليح، مش مصميسه كيما كيكه وتعدي وكل، نعملوا سلطه بالخس وموجود ود القمره والطماطم جبه، لا لا لازم نغسل الخضروات نتاعي مهم برشا. حتى نكته صغيره مش برشا نكته، راه الحكي كل نكته. اي مسيش هو احنا جافيل يعني المنزلي ماهوش جافيل اللي يخوفنا اللي كونسونتري، فهمت؟ نزيدك على ذلك راهو لي بيستيسيد اللي موجودين هذوك كذلك من عوامل الاختطار في الماكله نتاعنا. ما يسالش اللي عنده جرده فما امكانيه يستغلها توكي وليت عباد. جيت الكلام قلت لك شويه معناتها الماكله البيولوجيه مش تطلع معناتها بيولوجيه وصحيه مكلفه في تونس نوعا ما. نجمو نجتهدوا اجتهاد. اذا كان واحد عنده طرف هكا معناها تراب في جرده ينجم يزرعها وهي قبلات، ناكل غلا نتاع وقتها، يعني بون كيف ناكل الغلا نتاع وقتها تخي بيان سيرتو نظامنا نتاع البحر الابيض المتوسط والزيت زيتونه وسلايط حوايج عاديه معناتها فوالا، والقمح موجود دونك ما ناكلش الفريت ما نجمش نخليه زيد ما دام لا نبعدوا عليه. اخزر شوف رحيم احنا لا افراط ولا تفريط، احنا مش باش نقولوا بطلوا الفريت بطلوا المقلي بطلوا البريك تسمع فيا توا، ما احنا لا افراط ولا تفريط، مي نقفوا لحظه تامل ونقول ايه علاش اون شونج با دو كومبورتمون. راهو احنا توا اهم حاجه هو انه نبدل العادات السيئه نتاعي، اني نقف كي نقول انا عندي عاده سيئه نجم نبدل الغذاء نجم بدل هو صعيب باش شونجمون دو كومبورتمون، مي ما فيها بس نقف شويه ونقول ايه اليوم مثلا بريكا مقلي في الفور حطها في الفور ما فيها بس راه اي اكزاكتومون. مثلا البطاطا طيبه عادي بوغي باغ اكزومبل بالجبن نجم تاكلها عادي، فهمت؟ دونك الحمل يعمل مشوي يمشي يعمل مشوى لحم مريضة ما قد مشوى ماهوش راهو سوز كيلو كيلو نص في راهو ما تجيش معناتها ما تجيش. فما عباد ياكلوا برشا لحم لحم، فما عباد معناها نهار بعد نهار مثلا تلقاهم البريكه باللحم مرقه بالبقري ما عادش تجين فيه دم وشو ماهوش بيه ماهوش بيه. قلنا لا افراط ولا تفريط، وخاصه يلزمنا المشي باش نحرقوا الدهنيات 20 دقيقة على الأقل اكزاكتومون ريتم فوالا شوية ماهيش خايبة. والتدخين نبعدوا على التدخين اللي هو لو فاكتور دو ريسك، احنا ديما نساووه ولينا التدخين، يعني ولينا نحكيو برشا على نمط الغذاء الصحي بتاتخ معناها حتى انا بيرسونيلمون، والتدخين هو لو فاكتور دو ريسك معناها ماجور اكزاكتومون اللي تصوروا في بالك. دونك بربي التدخين هذايا راهو مضر للصحة كشوف فرصة رمضان نقصوا منه ان شاء الله ان شاء الله يبطلوا. فما عيادات اقلاع التدخين راه كان بحثنا الدكتور انيس معطله وحكينا على الاقلاع على التدخين في رمضان. اكزاكتومون فوالا معناتها سليمون معناتها الوقت الباهي انه نجم ينجم يعاون الكل في التدخين. دكتور ان كرون ميرسي اللي حضرتك بحثنا الدكتور هذا الدوري كهيئه مدير الصحه الاساسيه بالقيروان، ان شاء الله رمضانك مبروك. علينا وعليك ميرسي زاد لحضورك بحضنا. ميرسي عايش الانترفيو تلقاه شويه اخرى على الباج اوفيسيل فيسبوك. هكا نكون وصلنا لاخر سونتي 5.0 بالنسبه لليوم، نتلاقاو غدو في نفس التوقيت. ديسي لا بيسيف يا دوما.
على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. مالا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا.